ذكريات ايام سعيده. بقى جننتني، بدك تروح على الصف تطلعني من كيفي. القلب ماما طالع عندي، اعطيني هلا بدك تفوت على الصف. عليه دور ديول اولاد الصف. روح على الصف. ذكريات جننتني يا امي، اطلع من هالشده مش رح تعرف تكبر. ايام الخلوني والقلب دميني، معني دو كبروا الولاد صغار بصحة وفرح. مش اخد لك عقلك الا البنات؟ ذكريات يقطع الحب شو بيزل. خلوني ايام الخلوني. بعد ما ردت علي خبر بخصوص الشغل، معني دو كبروا الولاد صغار بصحة وفرح. لو اشتغلت مع بيك بالمصلحة مش أفضل من كل هالشهادات اللي معلقة على الحيط؟ يا عامر، لو اشتغلت مع بيك بالمصلحة ما كان أحسن من هالتعتير اللي عم تتعتره؟ على كل حال أنا بذكر المشاهدين إنه هول الفيديوز نحن ناطرين تصويتاتكم، أجل تصويتاتكم، صوتوا لنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بعالم الصباح اللي عم تقطع على الشاشة، اللي حيقطعوا تباعا الفيديوز والدعايات اللي حاولنا نحن انه نجسدهم بحضورنا ونمثلهم، فصوتوا على الدعاية اللي أكثر وحدة حبيتوها على صفحة الفيسبوك الخاصة بعالم الصباح وبتربحوا جوائز قيمة. أما هلا رح ننتقل لعند هانيا لنشوف شو عم تحضرنا لليوم من السويت برشة ملح. بلشت يا رولا حضر لك الكيك على بنان. بعرف انت شو عم بيصير فيكي، بس انا مش قادره معلق على هيدا الكليب تبع نيدو ولا اهضم. وكيف لقيوا له شنطه لجوزيف على طوله ما بعرف. لا. وعامر والمصلحه تبعت بيه قصه وبيضلوا مغروم يعني من بنت لبنت، حالي وحالي وقلوب وكذا ودايب. خلينا نبلش بوصفتنا لليوم. أنا بالوصفة حضرت قبل ما بلش أطلع على الهواء الزبيب، حطيته على مع مي سخنة وملعقتين سكر وغليتهم ورجعت صفيتهم، لأنه أنا بدي إياهم ما يكونوا قاسين، وخصوصا أنه هيدي الوصفة ما فيها سوائل، سو بهمني أنه يكونوا الزبيبات طرايا. وصفتي مثل كل وصفة كتير هينة للكيكس، فيها طحين. حأخلط فيه اول شيء بلش بملعقتين البيكنج باودر مع نص ملعقه بيكنج صودا والفانيلا، حأخلطهم مع الطحينات. والشغله اللي اليوم بدي اتعلمها انا هي انه لازم وقت يكون في عنا وصفات فيها فواكه مجففه او زبيب، لازم نخلط الفواكه بالطحينات لحتى ما يرقدوا بكعب الطنجره او بكعب صينيه الخبز، مثل ما دائما بيصير فينا. اول شيء بنسال عليه ليه الزبيب او الفواكه رقدوا بكعب صينيه الخبز، هيك بضمن انه ينخلطوا مزبوط مع المكونات تبعولي ويتوزعوا على الكيك كله. حبلش اخلط الزبده 120 جرام زبده بحراره الغرفه مع السكر برجع بضيف عليهم 2 بيض وبالاخر بضيف المكونات الجافه تبعولي مع الجوز يلي انا كسرته. مثل اي كيك انا حضرت له صينيه لحتى اخبزه، لانه انا بحب انه الانجليش كيكس يطلعوا هيك بهيدي الصينيه. دهنتها بزبده ورشيت عليها رشه طحين، حضيف المكونات الجافه يلي هن الطحين مع الزبيب يلي سلقته بشوية قطر وصفيته منيح، البيكنج صودا، الملح والبيكنج باودر.
وصفه كثير سريعه وكثير مغذيه، واخر شيء حضيف اربع حبات موز مستويين، انا كسرتهم مزبوط لحتى اضيفهم على وصفتي لليوم. هاي الوصفه بدها تنحط بفرن حرارته 175 درجه وما بتاخد وقت كثير. حنرجع لعند رولا وبعدين بالاخر بنشوف الكيك على بنان كيف بده يكون. رولا قربت؟ قربت كثير، قربت تنحل وندوق وندوق. على كل حال يعطيك العافيه. اما هلا عامر صار حاضر معنا بالاستوديو، ما بعرف شو بده يخبرنا، مايا مش عينيل اليوم شو بده يخبرنا لانه عم بيحرقصني كل الوقت عن التصويت الفيديوز اللي شفتون وراح تشوفون كمان تباعا. اي نو كيف بيكتبوا جقرة؟ ليه؟ أي جقرة منهم عم تحكي؟ جاي تو اير اوكي يلا هلا أنا الجقرة اللي جقرتك إياها إيه بدي عم حطها على فيسبوك لأنه بس اوكي عامر نعم قدم لحالك أنا مش موجودة اعتبرني مش هون لأنه مش رح أتحمل الخبرية لأنه أنتوا عم يجيكم التصويت أكثر من دعايتي أنا وجوزيف. أول شيء خلينا نعايد المشاهدين بذكرى المولد النبوي الشريف. ولد الهدى فالكائنات ضياؤه، ينعاد على الجميع بالخير والعافية. تاني شيء تفضل بس لا اطلع من هذا الجو هيك انه زين خليني ارجع لموضوع الاساسي انه انتم عم تخسروا. لا انا اذا خسرت بكون من زوزو. لا هاي ما مختلفين هيك انا وياك اوكي هيك متفقين. لا على كل حال انا رح جيشهم اليوم لكل المحبين صعبة واللي صعبة عن جد صعبة جدا صعبة بيقدروا الفن وبقدروا هو صراحة ايميل اللي عم نقدمها. بقدر اقول هلا ما حاعطي ارقام بس بقدر اقول انه بالطليعه ياس ومن بعد دغري نيدو، بس اذا في حال يا سمح الله خسر تايد بيكون بسبب جوزيف مش بسبب رولا، لانه رولا مزبوط. كانت بتعقد بريوفاك وريوفاك هي نمبر 3 هلا بالوقت الحالي. طيب يا جماعه اذا ما بتكون تايد صوتوا لريوفاك، انا موجوده اذا ما بتكون تايد صوتوا لرولا تحديدا بريوفاك. مزبوط 100% ثانك يو. وكان يعني انا ما عملت شيء بريوفاك، انا بس كنت جائر. لا اللي عملت كثير اللي حركت وحرقت كالوريز هون. يا ما شوفوا كم مره عدتوا اصلا هذا المشهد دخيل. يا ما شوف كم مره عدنا كل المشاهد على كل حال. على كل حال خلينا يعني هلا انا صار فيي اسمعك شو بدك تقول. اوكي منيح هيك بما انه هيك سندتني. بس بعد ما لحقت نزل جقره هلا بالرغم منزلها. رح نحكي بشكل سريع عن 2015 وحده من الخبريات اللي معنا اليوم. انا كل سنه عندي توقعات لسنه 2015 واغلبيتهم بيزبطوا. حلو كثير، اذا ما بتوقع شيء عني. لا لا انا بحكي تكنولوجي بس، فيكي شيء تكنولوجي؟ في ما انا التكنولوجي بحد ذاته. على كل حال 2015 سنه كثير وعدي بمجال التكنولوجي، هلا نحن بنقول دائما كل سنه وعدي بس الفرق انه فينا نعرف تقريبا من نص السنه اللي نحن موجودين فيها شو اللي متحضر للسنه اللي بعدها. اغلبيه الشركات بتكون عم تعمل اذا عم تنزل برودكتس جديد بيكون عم يعملوا تيستينج بهالبرودكت وبيتوقعوا انه ينزلوا برودكت احسن منه بالسنه اللي بعدها بعد ما يكونوا سمعوا الفيدباك تبع الاشخاص اللي عم يستعملوا. والدليل وحده مثلا من التليفونات او التليفون اللي انت حاملتيه يلي هو تم ابتكاره بفضل الفيدباك اللي اجى من الاشخاص اللي عم يستعملوا التليفونات الموبايل بشكل اساسي. ولما نزلوا الجي 2 تم كمان اذا بدك سماع اكثر للفيدباك، يعني هو انعمل للاستعمال من الاشخاص. مثلا كمان صار في تطوير للجي 3 اللي نزل هلا وفي حكي عن فيرجن جديده منه للتليفون بال 2015. اوف في حكي عن فيرجن تاني من الفلاكس كمان للجي اللي هو اول تليفون نزل في بقلبه كيرف يعني هو مطعوج. نحن صورناه ببرشلونه هذا التليفون، بتضغطي عليه بيرجع بياخذ الشيب تبعه البنت يلي موجوده. بدك تضحكي بس انه ما يعني ما عم لاقي مرادف تاني استعمله صراحه بنت. اوكي بس بليز طمني جقرة ايه طمني على هذا التليفون نوكيا، بتصور نوكيا كانوا نازلين التليفون اللي بس بيرد ما بقلبه؟ اكيد موجودين هدول بعده ماشي بعده كله هذا موجود. قصدي انه عن جد عم ينباع بكثره وعم ينطلب.
دايما في عليهم طلب هدول التليفونات. هلا شو متوقعين بال 2015 على بهالمجال؟ اكيد بيكون في شويه تحسينات، بس هدول التليفونات دايما هن اكثر مبيعا، اكثر مبيعا لانه هن تليفونات يلي كثير اشخاص يلي بطاريته بتضاينك خمس سبع ايام اذا بدك، وبلس عن هيك انه انت حامله تليفون اوريدي سمارت فون كبير، معك خطين لاي سبب ان كان خاصه بالشغل خاصه بال بشيء بمجال العمل مثلا، مضطره تحمل تليفون ثاني، فما راح تحمل تليفون ثاني كبير، تليفونين كثير، فممكن تاخذ هذا التليفون الصغير. فعم ينباع البارلل ما عم بينافس، يعني نكون لنحطه بالهذا، عم ينباع بالبارلل ما عم بينافس. هذه الجمله ذكرتني بالجمله اللي قلتيها انت بسهره واحد واحد، شفتوا انه جملي كثير قويه انا و بس بتتذكريها التاريخ؟ لا شو هي؟ هذه الجمله افتتحت فيها السهره، جيل ربي عليها وجيل جيل بيفهمها وجيل بيستغربها، هذه هي جيل بيستعملها وجيل بيستغربها 100%. الخبر الثاني رح ننتقل عليه انه اليوم نحن عندنا 30 سنه على اذا بدك اول اتصال عن طريق او اول موبايل فون كول او اول اتصال لاسلكي صار ببريطانيا. هلا يعني هلا جانوري 2015 بصائب مرور 30 سنه على هالتست هيدا يلي تم بعده اطلاق الهواتف النقاله، يعني حوالي 30 سنه، 30 سنه على الأرض. بس فرق الايام اذا بدك. فينا نشوف صوره مهضومه هلا؟ لا او ماي جاد، بس هذا كان هذا كان اسمه ميني شغله. واو. يعني هذا كان الميني، بس انه عن جد هي كثير كاريكاتوريه اذا بدك. لا لا هذا 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 تليفون مزبوط هذا، بس انه مش هالقد، كان اسمه ميني حجمه. بلا هذا كان ميني كمان، هذا كان ميني. عم اذا هذا ميني هذا كيف الكبير؟ هذا فيرجن ميني كان، كيف الاصلي الكبير؟ لا ما الاصلي كان يبقى نص طابق، ما كان كان يجيبوه بالعربية. بس هذا هذا البورتبل فيرجن كان الميني. واخر خبر مهضوم معنا كان عن ردت اللي هي شبكة بتشبه شو اسمها؟ ردت. اوكي. يعني هي ري ادت اذا بدك. اوكي. عم نشوف هلا اللوجو تبعها اذا ما بعرف اذا لمحتيها بال بخلال تصفحك للشبكه العنكبوتيه. اجل. نعم. ردت عند 71 بليون بيج فيو، 71 بليون بيج فيو بال 2014، ختمت 2014 بهالرقم هيدا. بس اذكر المشاهدين اللي ما بيعرف شو هو هذا الموقع، يعني في ناس بفوتوا بيعملوا اذا بدك ديسكشن او تكنيكال ديسكشن او حتى ديسكشن على صوره عن طريق الفيسبوك او على تويتر، بس كمان في على ريدت اللي هو في من كل التوبكس، الليتست نيوز، الديسكشنز على امور تقنيه، على مشاكل وكيف تلاقي لحلولها التقنيه، على صور، على كل هالامور هيدا، بصير في نوع من ديسكشن، وهالديسكشن يعني مثل كوميونتي عم تاخذ وتعطي. ديبيتس بصير يعني كمان؟ ما بدي اقول ديبيتس، اكثر بدي اقول انه حلول او اذا بدك معلومات، يعني مثلا يمكن يكون معلومه ما بتلاقيها على الانترنت، مثلا مش على الانترنت، معلومه ما بتلاقيها على صفحه فيلم معين، مثلا في فيلم هلا نازل مثلا بالسينما، معلومه ما بتلاقيها، هي معلومه تتداول وراء الكواليس، معلومه غير مؤكده، معلومه حلو. مؤكده ممكن تلاقي شيء منه على على هالموقع هذا. اكيد يعني بتضل هي a form of social communication او a form of social forums اذا بدك، بس على 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 شكل متطور اكثر. انت بتستعمله؟ ما بحل عنه. غسيل. طيب اوكي ماشي، وصلت الفكره يعني. عامر عبالك تحضر دعايه بعد؟ ريوفاك اللي كنت عم بت ايه اكيد، اذا 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 صح لي شوف رولا بريوفاك ما عندي مشكله. اوكي بنشوف ريوفاك. لكن هون شو معمولين؟ شو بطاريتكم؟ ريوفاك. مشاهدينا، لا هيدا مش كرسي طبيعي. مشاهدينا، لا هيدي مش هسة أرضية، كرسي طبيعي. مشاهدينا، هيدي مش عصار كاترينا. مشاهدينا، خلينا نشوف شو اللي صاير.
شو بطريقتك؟ ما هيك شايفة؟ لا ريو حكو بطاريتي. صرت 100 مرة قلت لك ما تنقذني، وصرت مليون مرة قلت لك ريوفك. كثير بتضحكني هالدعاية كثير عن جد. لا يعني انت هيدي كيف انصدمت يعني شايفة؟ وهبة كثير اللي بقلها الليونات عن جد. هبة انا برأيي انه من هلا ورايح تفكر تحط الليونات هيك هلا دورك كثير موضوع. يعني مش حقلك اللي بقيت لك نبشة الشعر، بس دورك كثير موضوع. اذا بدك هلا مش مشكلة بليز. لا ما تحلو. لا لا بليز. بس بدي اقول شغلة اخرها بس هيك سنتين على السريع، بس انه يعني التمثيل اللي صار كله عفوي ونعاد كذا مرة. هلا في عنا ناس نحن بيناتنا بروفيشنالز مثل جوزيف. يعني تاريخ عميق بالتمثيل. بس بدي اقول انه رولا، لما، غيدا، كارلا، جون، كل اللي اشتغلوا بهالدعايات كانوا عن جد عن جد عن جد عم بيعطوا من قلبهم، كثير 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 مهضومين. تسلينا كثير. والدعايه اللي بتربح، انا موجود بثلاثه من خمسه، بس الدعايه اللي بتربح ما عندي مشكل فيها. اي وحده من ثلاثه ما عندي مشكلة. تعب معنا الي كثير حرام يعني. والتحيه كثير كبيره لإلي عن جد. مزبوط. بدي ونسيتها هيدي، تانكن انك ذكرتينا، كثير كبيره لإلي على الشغل يلي عمله، ولكل التيم اللي كان ورا الكاميرات، ولا نديم مزروف كمان. مزبوط. انا بدي اتشكرك كمان عامر. ينعاد عليك. ميرسي وعليك ان شاء الله يا رب. رح نتوقف مع فاصل علينا، ومن بعدها بنكفي عالم الصباح.